سيطرت قوة منبج أو مجلس منبج العسكري على 80% من المساحة الإجمالية لمدينة منبج الواقعة في الشمال السوري، ذلك بحسب ما أكده قياديون أكراد، مضيفين أن داعش قد انهار بعدما باتت عناصره محاصرة في مساحات ضيقة في المدينة القديمة. مستشار قوات سوريا الديمقراطية ناصر حاج منصور أكد أن المبادرات التي طرحت بوقت سابق والتي كانت تسمح بخروج مقاتلي التنظيم نحو مناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم مقابل السماح للمواطنين بالخروج تم سحبها. عبر سكايب مباشرة ينضم لنا السيد شرفان درويش الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لمنبج وريفها. أهلا بك معنا أستاذ شرفان من منبج، إذا مباشرة عبر سكايب معنا. داعش في حالة انهيار وتشتت، 80% من المدينة بحسب الأخبار من منبج هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تشرح لنا ولو تضعنا أيضا في ما يجري عسكريا على الأرض المناطق بالنسب وبالأسماء التي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وما يزال تحت احتلال داعش. تحياتي لكم ولمشاهديكم. نعم. بالتاكيد تم التقدم مستمر. نحن الان نتقدم الى وسط المدينه من عده اتجاهات. كما تعرفون سابقا الجهه الغربيه تم تحريرها في الاونه الاخيره، ايضا حي الحزاونه والاحياء المحيطه بها الى محيط حي الشيخ عقيل ايضا تم تحريره، وهي تبعد مسافات قريبه من مركز المدينه. قبل يومين وثلاث ايام تم تحرير احياء من طريق الجزيره باتجاه المدينه من سوق الاهل والصناعه والاحياء على طريق الياصي. بهذه الحاله نكون على سيطرنا على مساحه اكثر من طيب سيد شرفان اعتذر لكن الصوت لا يصلني بشكل واضح، سنحاول اتصال بك في سياق البرنامج او في وقت لاحق. اشكرك جزيلا على كل حال على هذه المداخله معنا سيد شرفان درويش الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري من بجوارفيا. أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن هجوم بأسلحة تحتوي على مواد كيماوية في السراقب. قالت مصادر طبية وحقوقية إن نحو 30 شخصا أصيبوا باختناقات، وقالت المنظمة إن الغاز السام استخدم في منطقة ما بين ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي بالقرب من موقع إسقاط مروحية روسية شمالي سوريا، وقالت إنها بصدد التدقيق في هذه التقارير. عبر سكايب مباشرة من ريف إدلب ينضم لنا عبد الله جدعان الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة. عبد الله مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني هل تؤكدون هذا القصف إذن الآن بالغازات السامة كما أفادت الأخبار والتقارير والتي قالت المنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عنها بأنها يجب تأكد منها، هل تؤكدون ذلك والحالات التي سجلت إلى الآن؟ نعم سيدتي، يعني بالفعل مدينة سراقب تعرضت لقصف من الطيران المروحي السوري الذي قام بإلقاء براميل أو أسطوانات متفجرة تحتوي على مادة الكلور السامة. سقطت الأسطوانات، طبعا كانت 8 أسطوانات سقطت وسط المدينة، خلفت 28 حالة اختناق، كان بينها 10 نساء و8 أطفال والباقي كانوا شباب ورجال. طبعا هناك صور، هناك فيديوهات موثقة هذه الحالات، حالات الاختناق جراء هذه الغازات التي ألقيت عبر الطائرات المروحية طبعا بواسطة الأسطوانات المتفجرة. هناك أطباء شهود عيان على هذه الحادثة وعلى حالات الاختناق التي ولدت إلى المشاهد الميدانية المتواجدة في المنطقة. طبعا هذه المواد لم تلقى اليوم أو أمس، وإنما كانت قبل يومين أو 3 أيام عفوا، عندما تم إسقاط طائرة حربية روسية في الريف الشرقي لمحافظة ادلب او في الريف الشرقي الجنوبي لمحافظة ادلب. كما قلت يعني سجلنا 28 حالة اختناق، 10 نساء وهذا ما يدل و8 أطفال، هذا ما يدل على ان الاستهداف كان لمدنيين واماكن مدنيين ومنازل سكنية داخل هذه المدينة. نعم. طيب من خلال الاعراض ماذا ظهر على المصابين غير حالات الاختناق، وهل تبين نوع الغاز السام الذي تم القصف به؟ نعم سيدتي، بالنسبه للغاز كان غاز كلور السام، بناء على كلام يعني الاطباء المتواجدين في المشاهد الميدانيه في تلك المنطقه منطقه سراقب. طبعا بالنسبه للحالات كانت حالات تدل على ان الغاز المستخدم هو غاز كلور السام الذي تم استخدامه طبعا في مرات
عدة مرات في السنة الماضية. طبعا هذه السنة لأول مرة تستخدم غاز دكتور أسلام، لكن في السنوات الماضية تم استخدام هذه المادة عدة مرات، وحتى بالنسبة لفرق الدفاع المدني تأكدوا بأن هذه هي مادة فلور أسلام. يعني بالنسبة لفرق الدفاع المدني أصبح لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال. أيضا بالنسبة للأطباء المتواجدين في المشافي الميدانية، وخاصة يعني بالنسبة للحديث عن المشافي الميدانية، أغلب المشافي الميدانية في مدينة سرقب وصفت بشكل كامل من قبل طيران الحرب السورية والروسية، ما سبب في خروجها عن الخدمة. لذلك كان هناك مشافي صغيرة ميدانية في هذه المدينة، وكما قلت لك يعني هناك أطباء يوصفون أن هذه المادة تم إلقاؤها من الطائرات المروحية. نعم. طيب وضع المستشفيات الميدانية، وضع يعني الإسعافات الأولية الآن في ظل هذه الحالات، لربما متابعة حالات الاختناق وحالات المصابين. سيدتي بالنسبة للمشافي الميدانية حقيقة إمكانيتها ضعيفة جدا، يعني لا تستطيع القيام بمثل هذه الحالات أو لا تستطيع إسعاف هذه الحالات. لذلك أغلب الذين يتعرضون لهذه الحالات يتم إسعافهم من المشافي الميدانية، أو عفوا المشافي على الحدود السورية التركية. يعني بشكل عام كل المشافي الميدانية أصبح هناك تخوف من الأهالي الدخول إلى هذه المشافي، خوفا من استهداف طيران الحرب السورية والروسية. كان آخر المشافي التي تم استهدافها هي مشفى التوليد في مدينة كفر تخارين في الريف الشمالي، وقبلها مشفى أطباء بلا حدود والمشفى الوطني، وخروج جهاز الطبق المحوري بشكل كامل عن الخدمة في المشفى الوطني في مدينة إدلب الذي كان يخدم أكثر من 2 مليون نسمة في محافظة إدلب. يعني بالفعل هناك تخوف من الدخول إلى هذه المشافي خوفا من استهداف الطيران الحربي السوري والروسي. هناك ضعف بالإمكانيات، ضعف بالاختصاصات، بالمعدات الطبية، وحتى ضعف بالأدوية أو نقص في الأدوية. كما ذكرت لك اغلب هذه الحالات يتم اسعافها الى المشافي على الحدود السوريه التركيه، ومنهم من يتم العبور به الى تركيا. نعم سيدي. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. معنا عبد الله الجذعان الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من ريف إدلب، شكرا جزيلا لك.